انا عندي فيلمي انا قهوه بورصه مصر ده. انت المؤلف فيه؟ انا المؤلف والمنتج في قهوه بورصه مصر. ايه اللي شجعك لبورصه مصر خليك تالف الفيلم وكمان تنتج؟ فكره جديده لقيت ان انا ما هعرضها على منتج مش هيعملها بالسهوله، لان فيها كم ممثلين كتير، 42 شخصيه ومهمين وفي مكان واحد، فكانت التجربه بالنسبه لهم شويه قلو، ولكن الحمد لله قدرت انا اعملها. وتعاون معايا صديقي وصديق عمري المستشار عاطف سندي، وقف معايا ودعمني في الفيلم وتحركنا وعملناه. ايه بورصه مصر؟ هل دي مكان او ولا ايه بالظبط؟ قهوه في وسط البلد في شارع البورصه اسمها بورصه مصر، فيها تاريخ مصر وفيها شخصيات كتير من انواع من مختلف طوائف المجتمع بمشاكل مختلفه. هو ده الفيلم وان شاء الله يعجب الناس. علاء، نقدر دي نقول عوده قويه للسينما مع علاء مرسي؟ ان شاء الله، هي بدايه وعندي بنزينه بعديه وبين الحارات. انت قررت خلاص تتجه للانتاج بشكل كبير؟ فكره ان انا اطرح فكري انا منتج تاني يعمله يمكن يظهر لي في اللي جاي، ولكن انا بدعم لحد ما يظهر حد. طب المسرح، انت عارفه ان انت كنت بتكتشف مواهب كمان. موجود المشروع والمشروع كبر جدا، ودلوقتي المشروع تحت غطاء وزاره التضامن من خلال جمعيه الموهوبين، اسستها وانا رئيس مجلس ادارتها، ودلوقتي بدعم كل موهبه موجوده في مصر سواء فنيه او صناعيه او حرفيه ان هي تدخل الجمعيه وتشترك، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل لهم حاجه كويسه. اكيد طبعا. خلاص رمضان على الابواب، يا ترى مشارك بحاجه في دراما رمضان؟ لا للاسف السنه دي لا، ولكن عندي مسلسل قريبا الظاهر مع الاستاذ محمد فؤاد. عامل دور ايه؟ عامل دور حازم الارهابي دمه خفيف.